الجديد هو ارتفاع أعداد الشهداء إلى 21 شهيدا جراء استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على مدينة خان يونس. آخر هؤلاء الشهداء كان شهيدين عندما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدد من القذائف على منزل لعائلة أبو عامر مقابل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أو مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة حي الأمل، حيث كان شابين يعملان على تعبئة المياه في أعلى سطح البناية عندما قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف مباشر لهذين الشابين، مما أدى إلى استشهادهما على الفور وتم نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي. هذه الحادثة تعيد إلى الذاكرة سلسلة من الحوادث المثيلة لاستهدافات المواطنين عندما كانوا يعني فوق أسطح منازلهم يقومون بتعبئة المياه أو إصلاح ما يمكن إصلاحه من أسطح البنايات. بسبب عمليات القصف الإسرائيلي مباشرة تتم استهدافهم إما من قبل المدفعية الإسرائيلية أو من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية. هذه الحادثة وهذه الجريمة يرتفع عدد الشهداء من خلالها إلى 21 شهيدا وعشرات الإصابات في سلسلة الغارات العنيفة التي ضربت محافظة خان يونس على وجه التحديد في المناطق الجنوبية الشرقية قيزان النجار وجورة اللوت، حيث لا تزال تعمل فرق الدفاع المدني على انتشال المزيد من جثمين الشهداء من أسفل البنايات التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الغارات العنيفة التي تعرضت لها هذه المناطق فجر هذا اليوم. عدد كبير من الشهداء أيضا استشهد في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وعلى وجه الخصوص حي الفخاري تحديدا منزل عائلة العمور في منطقة الفخاري التي تعرضت هذه المنازل إلى عمليات قصف عنيف من قبل المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية مع ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من عائلة واحدة من بينهم سيدة. وأيضا استمرار الغارات على المناطق الشمالية الغربية الزا والسطر الغربي والكتيبة وأيضا منطقة المحطة التي لا تزال تتوغل فيها الدبابات والأليات الإسرائيلية وتقوم بعمليات الحفر بصورة مكثفة جدا في هذه المنطقة، وهي مناطق تقع في وسط مدينة خان يونس حيث تقوم الدبابات والأليات الإسرائيلية المتموضعة في تلك المنطقة بإطلاق قذائفها المدفعية باتجاه منطقة حي الأمل كما حدث قبل قليل في منزل عائلة أبو عامر وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس. الأوضاع في خان يونس صعبة ومتصاعدة أيضا مع استمرار القصف الجوي من قبل المسيرات الإسرائيلية كما حدث مع منزل عائلة الشاعر، التي لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال المزيد من الشهداء والمفقودين. نتحدث عن قرابة 15 مفقودا أسفل هذا المنزل، والتي لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال هؤلاء، لكن عملية الانتشال تتم بوتيرة ضعيفة وبطيئة جدا نظرا لعدم توفر الإمكانات في هذا يعني لدى جهاز الدفاع المدني. وكذلك الحال في منطقة جورة اللوت، أيضا تتم انتشال عدد من جثمين الشهداء ويتم البحث بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد منازل المواطنين والتي أدت إلى استشهاد ستة من المواطنين وإصابة نحو 15 آخرين. الوضع في خان يونس الصعب وأيضا في مدينة رفح تم انتشال عدد من جثمين الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة حتى هذه اللحظة على مدينة رفح. العدوان مستمر.